السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مين فينا ما حصلوش موقف قبل كده زعل عليه جدا؟ زي مثلا نزل من البيت لقى العربية بتاعته مخبوطة، ولا لقى البربريز مكسور، ولا لقى حد فشش له في كاوتشات، او مثلا بلغوه انه في حد ضرب ابنه في الشارع، او يعني قصه لسه سامعها قريب، واحده صالحه ابنها عمره حوالي 10 سنين ولا حاجه ولا 12 سنه، طلع فوق السطح بيظبط الدش، فالواد بيظبط الدش كده وبتاع ومتشعلق كده، راح اتكعبل، راح وقع من فوق السطح من الدور الثالث، وقع مات. طفل لسه ما بلغش، وكان من حفظة القرآن الكريم، ما كانش ختمه بس كان حافظ أجزاء كثير. ولد يبدو عليه الايه؟ الصلاح، ولسه فرحة أبوه، وبعدين مات. ففي أقدار كتير بتحصل لنا في الدنيا وإحنا بنشوفها سيئة، صح؟ يعني بنشوف إنه شر. ما هو ربنا خلق الخير وخلق الايه؟ الشر. فبيحصل مواقف حلوة سراء، وبيحصل مواقف تانية بتبقى ايه؟ تبقى ضراء. بنزعل ولا ما بنزعلش؟ بنزعل، ما نقدرش ما نزعلش. بنزعل ونحزن حزنا شديدا. ربنا بقى سبحانه وتعالى بيقص علينا في سورة الكهف قصة لسيدنا موسى مع سيدنا الخضر. هنتعلم منها ازاي نتعامل مع هذه الأقدار، وازاي نفهم عن ربنا أقداره. يقول ربنا عز وجل: إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي إيه؟ حقبا. يعني القصة بتقول إيه؟ إن في يوم من الأيام وقف سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فهو واقف وسط بني إسرائيل عمال بيتكلم عن ربنا، عنده علم غزير، نبي من أولي العزم من الرسل، فبيتكلم. فقالت بنو إسرائيل: لا يوجد على الأرض من هو أعلم من موسى. قالوا: يا موسى، هل يوجد على الأرض من هو أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه ربه إذ لم يرد العلم لمين؟ لله. كان الأصول يقول إيه؟ الله أعلم، هو لانه سيدنا موسى اكيد ما يعرفش كل البشر اللي ايه اللي موجودين في الارض، بس هو ظن ان هو اعلم واحد، لان هو كليم الله، ربنا بيكلمه وهو نبي، فظن انه ما فيش حد اعلم منه، فعاتبه ربه. وربنا راح قال له: ده في واحد اعلم منك موجود عند ملتقى البحرين. العلماء بيقولوا ان سيدنا موسى لو انه كان في فلسطين ساعتها، فالخضر كان عنده دمياط كده، شايفين مسافه قد ايه؟ من عند الشام فلسطين لغايه دمياط. ما هو نهر النيل بيتفرع لفرعين، فرع دمياط وفرع ايه؟ رشيد. فرع دمياط ده الاقرب للشام، فهذا الفرع هناك بقى عند ملتقى البحرين، نهر النيل مع الايه؟ مع البحر الابيض المتوسط. سيدنا موسى ربنا وعده انه يجد مين؟ هذا الرجل الصالح اللي هو سيدنا الخضر، لو حابب يتعلم منه. قال: لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، يعني مش هسيب الطريق ده، هفضل ان شاء الله امشي. الحقب هي السنين الطويله، يعني هفضل ماشي ان شاء الله، مش سنين طويله، عشرات السنوات بس اوصل. طب ليه؟ عشان يتعلم من هذا الذي هو اعلم منه. طيب مين اشهر او مين افضل؟ خلينا نقول الاول مين افضل، سيدنا موسى ولا سيدنا الخضر؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى ربنا كلمه، سيدنا موسى بنقول العزم من الرسل، سيدنا موسى ربنا انزل التوراه، فمعاه كتاب كمان، ما هوش نبي وخلاص، ده رسول، معاه رساله، فهو من افضل الخلق. إذن هو أفضل بإجماع العلماء من سيدنا الخضر، إلا أنه رايح يتعلم منه. قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اختار واحد من بني إسرائيل كان غلام كده، اللي هو سيدنا يوشع ابن نون، خده لصحبته وقال له، كان معاهم سمكة مشوية كده أو حوت بس مشوي، وربنا قال له: علامة أنك هتلاقي الرجل ده الصالح أنك تلاقي السمكة المشوية دي نطت فين؟ في البحر، بعد ما خلصت هم مصطادينها وشووها ومعدينها لايه؟ للاكل. المهم، فسيدنا موسى مشي، ربنا بيحكي لنا بقى: قال: لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. فلما بلغ مجمع بينهما، يعني راحوا فعلا لقوا ايه؟ مجمع البحرين اهو، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. اللي حصل بقى ان سيدنا موسى ممكن يكون نام، ممكن يكون ساب يوشع بن نون ومعاه ايه؟ الحوت في المقطف اللي معاهم او في الوعاء اللي معاهم، وبعدين الحوت راح سابه وراح دخل فين؟ في البحر. طبعا سيدنا يوشع استغرب ازاي الحوت المشوي ده يدخل البحر. المهم، والشيطان نساه يقول لمين؟
لسيدنا موسى. فلما اتقابل مع سيدنا موسى تاني او لما سيدنا موسى صحي، خدوا بعضه وكملوا ماشي، عمالين بقى ماشيين بقى بحيث الساحل او كده عشان يشوفوا مين الرجل الصالح ده. فلما جاوز عدوا المنطقه دي، قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، احنا تعبنا بقى، طلع لي يلا الحوت عشان ناكله. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، الشيطان هو اللي نسانيه، واتخذ سبيله في البحر ايه عجبا. كان ممكن سيدنا موسى بقى يقول له ايه، انت ما فيش منك فايده، انا واخدك مش انا قايل لك يا بني ادم لما الحوت ينط في الميه تقول لي هنقعد بقى، انت انا ايه اللي خلاني اخدتك؟ لما عامله بكل رقه ولين وقال له هذا ذلك ما كنا نبغ، هو ده اللي احنا عايزينه. فارتد على اثارهما قصصا، يعني بيقصوا اثارهم، يعني بيتتبعوا اثارهم في الارض عشان يرجعوا. طيب فوجد عبدا من عبادنا، لما رجعوا لقوا سيدنا الخضر بقى قاعد كده على الايه او راقد على الشط. قال له موسى ايه، سيدنا موسى قال له السلام عليك، زي ما بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليك. فالرجل بيرد عليه قال وهل في بلدي من سلام، من انت؟ قال انا موسى. قال له موسى بني اسرائيل؟ قال نعم. نستفيد منها ايه دي بقى، ان مين يعرف مين؟ سيدنا الخضر سمع عن سيدنا موسى، وسيدنا موسى ما كانش سمع عنه، يبقى مين الاشهر؟ لا الاشهر المشهور اللي صيته وصل للتاني، لا سيدنا موسى اشهر. طيب ومع ذلك مين اعلم؟ سيدنا الخضر. ناخد منها معلومه مهمه جدا، ان مش عشان انت اشهر تبقى الاعلم، لان في علماء بيطلعوا في التلفزيون صح، هما الاشهر، بس اكيد ممكن يبقى في اعلم منهم كتير، مش معنى انك مشهور ان انت الاعلم. دي نقطه مهمه جدا، عشان في ناس بتنخدع في الايه، في اللي بيطلع في التلفزيون، يا عم ده عالم بيطلع في التلفزيون عادي، في بيطلع في التلفزيون ويقول اي كلام. اذا الموضوع مش بالشهره خلاص، لان قال له موسى بني اسرائيل فده عرفه ده ما عرفوش. المهم قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. في نقطه مهمه جدا بقى، الاول ربنا بيقول لهم ايه، فوجد عبدا من عبادنا، ماله بقى، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا من أول لحظة بيقول لسيدنا موسى إن الشخص اللي أنت رايح تتعلم منه ده عنده مستين مهمين جدا، إيه هما؟ رحمة والعلم. وافتكر دول يا موسى، عشان أي تصرف هتشوفه منه ترجعه لإيه؟ للرحمة والعلم. فسيدنا موسى راح له قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف الأدب، وهو رسول والمفروض إنه أفضل منه بس مش أعلم. فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا، مش هتقدر تصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن إحنا جماعة لازم علشان نتعلم لازم إيه؟ نصبر. ما فيش صبر يبقى ما فيش علم، العلم في مكابدات، لازم تصبر. طيب قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني، أدي الشرط بقى، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. انت هتمشي معايا هتشوفني بعمل حاجات، ما تسالنيش عن حاجه لغايه لما انا ابقى احكي لك ايه عنها. اتفقنا؟ اتفقنا. فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا، بيقول ان هم شاوروا السفينه في البحر كانت لمساكين، فلما شاوروا لهم عشان يركبوا معاهم يعدوهم الناحيه الثانيه، ايه اللي حصل؟ ركبوا. المفروض ان الناس دول بيعملوا ايه؟ شغالين في البحر، حاجه من اثنين، يا اما بيصطادوا يا اما بينقلوا الناس من الضفه دي للضفه دي، يبقى دي شغلانتهم. فعزم عليهم يدفع هو اجره الايه النقل، فقالوا والله لا ناخذ من الرجل الصالح مالا اجره ولا من صاحبه. يبقى هم احسنوا ليه ولا لا؟ ده هم مساكين وهي دي اكل عيشهم، ومع ذلك عملوا ايه؟ ما رضوش ياخذوا من الرجل الصالح، عارفين الرجل الصالح ده اللي هو سيدنا الخضر، قالوا لا ما ناخدش منه اجره، هنوصله ببلاش. حلوه كده؟ زي ما انت تبقى صاحب تاكسي ولا حاجه، ومثلا واحد جارك معروف كده ان هو بالصلاح وكده فشاور لك فركب فتحلف عليه والله ايه ما انت دافع. تخيل بقى هو صاحبك اللي ركب معاك ده والله ما انت دافع، راح ايه مسهيك وانت نزلت تجيب حاجه من مثلا من سوبر ماركت، راح نزل فشش لك الكاوتشين القدامانيين ومشي. تقول ايه؟ تقول عليه يعني ده زي ما انت ما قتلتوش بقى، تبقى متضايق جدا طبعا. ازاي بقى ده بيرد الاحسان بالايه؟ بالاساءه. ما احنا ما رضيناش ناخد منك، اهو سيدنا الخضر عمل كده، راح مسهيهم ونزل قعر السفينه وخلع لوح من الواح السفينه، خرقها، خرم فيها خرم. سيدنا موسى شاف كده، اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. ايه اللي انت بتعمله ده بقى؟ الناس تحسن لينا واحنا، هو ده اللي انا جاي اتعلم منه؟
نسي سيدنا موسى أنه هو عنده صفتين مهمين، الرحمة والعلم، وربنا قال له كده. وهو كان الاتفاق ما تتكلمش ما تسألش. فقال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أتاري كان ربنا مرتب إيه بقى؟ سبق في علم الله وفي علم الخضر من عند ربنا سبحانه وتعالى أنه لما هيوصلوا للشط الثاني في ملك يأخذ كل سفينة إيه؟ غصبة. أي سفينة بترفع الشط بيجي هو رجالته في الوقت ده يجوا إيه؟ واخدينها، بس بشرط ما تكونش معيوبة. فهو عمل فيها إيه؟ خرم، وخرم الذكاء، اللوح اللي خلعه يخلي السفينة ما تغرقش لغاية لما توصل، يا دوبك بس تبقى معيوبة ويدخلها شوية مية بس ما تغرقش، هترسب هناك برضه. إذن عملوا مش راح مكسرها لهم وغرقهم، عمل خرق بسيط. صح هو ضرر، بس ضرر هيمنع عنهم شر إيه؟ أكبر. لو أنت مكان أهل السفينة وشفت إن السفينة اتخرقت هتزعل ولا مش هتزعل في الأول؟ تزعل. والسفينة اللي حلتنا وإحنا رب حلتنا غيرها، زي الميكروباص اللي حلته يعمل حفل، وزي الجاموسة اللي حلته وتعيا، وزي الواد اللي حلته يموت كده، يا ده يا رب حرام عليك يا رب، ويقول كلام بقى دي اللي حلتي ويحصل كذا، وانا استرحت بوش مين النهارده، كان هيبقوا زعلانين. اول ما يوصلوا هناك بقى ويلاقوا كل السفن عمال الراجل الملك ده بياخدها بالغصب، واصحابها مش قادرين يتكلموا عشان معاه رجاله ومعاه اسلحه، ويجي هو يشوفوا السفينه بتاعته معيوبه ما يرضوش ياخدوها، هيقولوا الحمد لله على الايه؟ على الخرم اللي ايه؟ فين الراجل اللي خرمها ده؟ نبوسه صح؟ نشكره. اذا في حياتنا في اقدار تبدو ايه؟ سيئه ووحشه، بس بعد شويه هتبين لك انها خير. حلو، يبقى قدر سيء هيبان انه خير قدام. قال: الم اقل انك لم تستطيع مع صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. موقف اصعب من الثاني بقى، شاب طفل صغير غلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه وضيء الوجه، يعني ايه؟ كمان شكله حلو كده يشرح النفس. الواد بيلعب مع شويه عيال، راح سيدنا الخضر مديله كده ورا شجره وراح خبطه بحاجه على دماغه موته. تخيل بقى ابنك نازل يصلي ولا نازل يلعب مع العيال، وواحد راح خده كده ورا العماره اللي راح خبطه على دماغه، بعد الشر عافاكم الله عافى اولادنا واولاد المسلمين، راح ايه؟ قتله. انت هتفرح؟ مش هتزعل؟ مش هتقول هو الواد ده ذنبه ايه؟ صح؟ هما بقى خدوا سيدنا موسى صعب عليه الولد، مش مصدق هو الراجل ده اللي عنده رحمه بيضرب عيل يموته لسه ما بلغش. قال: اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. لا انت جاي جدا بحاجه منكره جدا، دي انا مش قادر ما اقدرش عليها دي. قال: الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ افتكر سيدنا موسى. قال: ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انا مش قادر بس خلاص همسك نفسي، بس لو سألتك بعد كده خلص يبقى التالتة تابتة زي ما بيقول. أتاري إيه اللي حصل؟ هذا الولد سبق في علم الله إنه لما يكبر لو فضل عايش هيبقى كافر، وكافر وهيموت كافر، ولو مات كافر يدخل إيه؟ يدخل النار. مشكلة وبس، وأبوه وأمه مؤمنين، بس لو هو فضل كافر وكبر هيكفرهم، هيرهقهم لغاية لما يكفرهم، إذا هم هيكفروا كمان ويموتوا ويدخلوا إيه برضو؟ النار، مع ان هم كانوا مؤمنين. فربنا عشان الاثنين المؤمنين دول يعمل ايه بقى؟ ربنا يقدر يبعت الخضر يموت الولد، الولد لما يموت قبل البلوغ يبقى هو كده ايه؟ ما يتحاسبش على اي غلط، وبالتالي يدخل ايه؟ الجنه. احسن للولد ولا لا؟ احسن للولد. طيب ابوه وامه مش هيموتوا كفار، هيفضلوا مؤمنين، احسن لهم ولا لا؟ احسن لهم، بس برضه الضنا غالي، والولد ده يمكن كانوا هيتعكزوا عليه لما يكبر. فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الست هتحمل وتخلف واحد تاني أحسن من الأولاني، يرحمهم ويفضل مؤمن. كده بقى ناقصهم حاجة؟ جالهم واد مكان الأولاني، الواد يدخل الجنة، هم يدخلوا الجنة، المجتمع يسلم. في أحلى من كده؟ مفيش أحلى من كده. بس إحنا إيه؟ بنبقى ما نعرفش. طب إيه رأيك لو أنت مكان الأب والأم والعيال جم قالوا لك إلحق يا عم ده في واحد جه خد الواد وراح قتله، هنزعل جدا. طيب لو جه حد قال لك أصل الواد ده لو ما كان هيكبر كان هيبقى كافر، هتصدقه؟ مش عرفك انت لما يكبر هيبقى كافر، انت ما بتعرفش، بس ربنا ايه؟ يعلم. فالواحد يفترض بقى اذا ده مش هتعرف الحكمه، زي اللي واقف في البلكونه وبيهشتك ابنه كده راح واقع منه، زي الواد اللي طلع اللي حكيت لكم عليه في الاول وبيعدل الدش راح واقع، انت مش هتعرف الحكمه لما تفقد هذا الفقد العظيم. ربنا عافيكم،
مش هتعرف الحكمه. حد لان مهما الناس تقول لك ما حدش هيقول لك ده كان هيبقى كافر، ما يمكن كان يبقى مؤمن، هتقول له كده. انما اكيد لحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى، لان ربنا اكيد ارحم من الخضر واعلم بيك منك. طيب، فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها، عملني عدوا على كل نادي وكل قهوه وكل مجموعه، يا جماعه ساندوتش. كان الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول ايه؟ يقول لو انت حد استطعمك يبقى اكيد جعان، يبقى لازم وانت عندك اكل لازم تديله، ما اديتلوش تبقى انت لئيم. انما لو طلب فلوس عادي ممكن يكون بيستهبل، ممكن يبقى بيضحك عليك، انما طالب اكل هيعمل بيه ايه يعني؟ لو طلب ساندوتش هيشتري بيه ايه ده؟ يبقى اكيد ايه؟ جعان، يبقى اكيد محتاج، فانت لازم تديله. فدول كانوا بيطلبوا ايه؟ اكل، ومحدش رضي يديهم. اذا هذه القريه كلها من اللئام. حلو، وهم ماشيين محدش راضي ياكلهم وهم جعانين، واصلا الحوت بتاع سيدنا موسى اللي كان معاه كان ايه؟ كان نزل الميه يعني يشوف سيدنا موسى ما اتغداش من امتى بقى. المهم، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، لقى جدار هيقع كده حوالين بيت هيقع، فاقامه. سيدنا الخضر راح بقى ايه؟ قعد وظبط الطوب ويطينه ويعدله علشان خاطر الله بقى انت الناس اللي احسنوا ليك ويركبوك معاهم ببلاش، اسأت لهم وخرمت السفينه بتاعتهم، وتيجي عند الناس اللي ما رضوش ياكلونا وهم معاهم اكل تبني لهم جدار وما تاخدش عليه اجر؟ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له بقى اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، وكان تحته كنز لهما. يبقى غلامين مالهم؟ يتيمين، يعني ابوهم ميت. اليتيم هو من مات ابوه دون البلوغ، يعني قبل ما الولد يبلغ بقى ابوه مات. اللطيم اللي مات ابوه وامه. طيب، فمن مات ابوه دون البلوغ ده يتيم، فهم طفلان غلامين يتيمين في المدينه، وكان تحته تحت الجدار ايه؟ كنز لهما. طب ايه رايكم لو الجدار ده كان قرب يقع ووقع فعلا في قريه مليانه لئام والكنز ظهر؟ كان اخذوه منهم ويستعبطوهم ويستصغروهم، صح كده؟ ويستضعفوهم. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك، وما فعلته عن امري. نركز في كلمه مهمه جدا، قال وكان ابوهما ماله؟ صالحا. بعض العلماء بيقول ان ابوهم ده مش ابوهم على طول، ده الجد السابع. عارفين يعني ايه؟ يعني صلاحك انت بيمتد لاولادك واولادك واولاد اولادك واحفادك لغايه سبع اجيال. يعني انت لما تبقى صالح ربنا يكرم اولادك واحفادك حتى بعد ما انت تموت. فايه الصلاح ده اللي خلى ربنا يبعث اثنين من الانبياء على من يقول بان الخضر نبي؟ جايين لهم، شوف واحد جاي من فلسطين والتاني جاي من دمياط، ويمشوا المسافه الطويله دي عشان يبنوا لهم الايه؟ السور، ويمشوا من غير ما العيال ما يعرفوا. يعني العيال ما ده قدر حلو ولا وحش؟ ده قدر حلو، قدر جميل، بس ما عرفتهوش. كم من الاقدار الجميله اللي ربنا قدرها عليك وانت لا تعلم؟ زي الاثنين دول، العيال دول ما يعرفوش ان حد ان كان في تحت كان في كنز، او ان الجدار كان هيقع وحد جه ايه؟ بناه، ولا اي حاجه، بس ربنا ايه؟ زي حاجات كتير ربنا يقدرها من غير ما انت تشعر. يقدر ان النور يقطع في الحته الفلانيه وانت انت ما كنتش رايح الحته دي او حاجه، بس يقدر ان فلان ينزل بدري ساعه، لو فلان ده نزل متاخر كنت انت خبطته بعربيتك. انت ما تعرفش. هذه الاقدار الحسنه دي اقدار كتير جدا ربنا بيقدرها على المؤمن، على كل الخلق. اذا بقى ناخد من ده ايه؟ ان القدر ممكن يبقى قدر سيء او قدر خير. قدر خير ممكن تعرفه وممكن ما تعرفوش. هل انت شكرت ربنا على القدر الخير اللي احنا ما نعرفوش؟ ما حصلش. ما بنقولش يا رب الحمد لله على ان على الاقدار الحلوه اللي انت عملتها واحنا ما نعرفهاش، بس ينبغي ان احنا نشكره عليها. طيب، هل بنشكره على الاقدار السيئه؟ لا، بنشوف القدر السيء ده كما لو كان ايه؟ ربنا بيعاقبني، مع انه ممكن يبقى ده الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: عجبا لامر المؤمن، امره كله ايه؟ خير. ان كان سراء شكر فكان خيرا له، وان كان ضراء صبر فكان خيرا له. الحل بقى اللي بقوله لكم دلوقتي ده مفتاح السعاده في الدنيا. ليه؟ اي قدر وحش، احنا بنفرح في السراء وفي الضراء بنزعل. طب ازاي افرح في الضراء؟ لما اعرف ان وراها حكمه، لما اعرف ان ربنا اللي قدر عليا كده رحيم، ارحم بيك منك، ارحم بالولد من امه. لما اعرف ان هو حكيم يضع الشيء في موضعه، ربنا مش زي اي واحد تافه كده بيعمل اي حاجه وخلاص وزي ما تيجي تيجي، لا، ربنا ايه؟ حكيم سبحانه وتعالى. لما تعرف انه عليم، يعني يعلم اللي هيحصل في ايه؟ في المستقبل، ويعلم ايه الانفع ليك، ويعلم ايه اللي يضرك.
لما تعرف انه قدير سبحانه وتعالى يقدر الامور، لما تعرف انه لا يظلم مثقال ذره، يعني اي حاجه يقدرها عليك انت تستاهلها. لو عرفت الخمس حاجات دول عن ربنا عمرك ما هتزعل من قدر سيء، ولما تزعل شويه هتفتكر انه رحيم عليم حكيم عدل سبحانه وتعالى قدير، ساعتها مفيش قدر هيضايقك، بل بالعكس هتشكر ربنا على الاقدار السيئه، تقول اكيد ربنا شال عني قدر اوحش منها. اخيرا الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال، لما سأل عن الايمان قال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والسته كانت ايه؟ والقدر خيره وشره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.